العمارات دي تبع البنك اللي انا بتعامل معاه، عرضوها عليا باعتباري عميل قديم. الحقيقه فكرت اشتري شقتين افتحهم على بعض واعملهم مكاتب تبع المركز بعد ما مضينا عقد المشروع الجديد. طب وانا مالي ومال الحوار ده كله؟ لا مالك ونص. انا قصدي بصراحه اخترت لك شقه حلوه قوي، بس معلش هدفع ثمنها على 3 سنين، اصلها غاليه. لو سحبت المبلغ من البنك اكيد سامح هيحس ان الحساب اللي بينا مشترك، وساعتها يسالني خدت الفلوس دي ليه. اقول له ايه بقى؟ اشتريت شقه لمرات ابوك. هي فكره جميله بس لازم تتكتب باسمي والا ملوش لزوم من الاول. حاضر يا حبيبتي، بس بقى في خدمه صغيره قوي كده عايزك تعملها لي. معلش انا اصل مش مطمن للمصاريف في المركز، ممكن جنب شغلك تبقي مدير اداره المشتريات؟ عايزني ابقى مدير اداره المشتريات؟ ده يعني بعد اذنك. وادي يا ستي كمان قررت اعينك اهو وهمضيه بنفسي. يا حبيبي يا حبيبي يا مأمور، بجد بجد مفاجأة تجنن. ايه الخبر الحلو ده على الصبح؟ بجد تستاهل ألف بوسة. يا حبيبي. سوري يا دكتور، فاكسي مستعجل من ميس هون. في ايه؟ بتقول ان هي جايه زيارة لمصر اول الشهر وهي راجعه من جنوب افريقيا، وبتقول ان هي عايزه تشرف على الحاله رقم 0. برافو، ناس بيشتغلوا صح. عايزه تطمن على الشغل قبل ما تبعت الدفعه الثانيه من المعونه. شهير، ده قرار اداري بتعيين الدكتوره رويده مدير اداره المشتريات بالمركز. اوكي يا دكتور. انا رايح الاكاديميه لما تخلص الشغل بيحصلني. وعلى فكره في عربيه من العربيات الجديده هتبقى تحت امرك. ميرسي ميرسي قوي يا دكتور. عنك ايه؟ مرة تانية هاتيلي كلك شوف المصاريف من بداية مشروع البحث عشان أراجعها بنفسي. أوكي أوكي يا أنسة رويدة. يلا هم يا جمال عشان خاطري عشان خاطري. يلا بالهنا والشفا. الله. بص بقى يا سيدي، دي بجد 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 اخر واحدة يا نونو. لا كده ما عشان خاطري يا نونو. نونو. انا يلا بينا. بالظبط مش قادره اصدق اللي شفته. بقى معقول الدكتور الكبير ما هتلمسته؟ ارجوك يا شروق، مش عايز حد يعرف اي حاجه عن اللي احنا شفناه ده. عيب يا دكتور سامح، ما تقولش كده، ده نبيل غويط. بس انا مش قادره اصدق، معقول ده دكتور كبير وقيمه وسيمه وراجل كباره؟ بس ارجع واقول لك ممكن يبقى العيب مش فيه. طبعا العيب فيها هي، الرويده دي اصلها انسانه مش سهله. المشكله انه ماسكها رئيس قسم المشتريات في المركز، اللي ممكن تدمر كل حاجة وفي لحظة واحدة. بص بقى يا دكتور، بصراحة أنا ما نبنيش من كل دوت غير إن راحت عليا عزومة العشاء، بصراحة كده أنا جعان. أنا نعدي لأي مطعم نجيب سندوتشات وبعدين أوصلك وأرجع. ترجع فين؟ أرجع لهم طبعًا. الدكتور بيعيش حالة مراهقة متأخرة، لازم ألحق. معقول نلحق نلحق، بس نلحق الشندوتشات الأول. حد قال لك إن أنا مريانة يا بنت؟ أنا الكش اللي تدخل عندي هنا ما تطلعش الا على القرافه. يا ناس دي اختي اليتيمه. خلاص اعملي مقصه وخديها. مقصه؟ ايه مقصه دي؟ يعني تسلمي نفسك للاداره وانا افرج عنها. لا احنا ممكن نديك فلوس، تاخد كام وتسيب لي شربات. اه بس دي مهرها غالي قوي، دي لسه خام ومش معروفه. عارفه دي بتدخلي كام في الشهر؟ ما هي 4 5 مديريين عموم في الحكومة، ودي أقل حاجة عندي. اه طب يا معلم، يعني أنت تاخد كام وتفكك منها؟ 20,000 جنيه، وتمضيلي على ورقة بيضة عشان ما تبلغش. 20,000 جنيه عشان أرجع شربات؟ يا سودة
بطل الجوع. مالك يا اخويا ما بتاكلش ليه؟ انت مش جعان؟ ده الاكل بتاع الاول. انت عارف انا جيت هنا قبل كده بس مش عشان اكل، لا كنت ببيع فل بس اتطردت من المطرح. بس انت عارف كل عيل وعيله بيسرحوا هنا بيسرحوا لحساب قبضاياه، بيبقوا في الدنيا محدش شايفهم. ما انت فاكر الحكايه صباح لالا؟ انت مالك يا اخويا سايبني كده اكل ورغي في نفس واحد؟ ما تقول اي حاجه كده، خليني اكل بنفسي. بس انا خايف على بابا قوي. ليه؟ عشان دويدة؟ بيني وبينك البت نخشى وشكلها كده رسمة على تقيل. يعني يا مسجون اجيب 20,000 جنيه منين بس عشان ارجع شربات؟ وهو عاوز المبلغ ده كله ليه؟ ما هو اللي زي شلدم ده بيتاجر بولاد الشوارع، مش بس شحاته وسرقه، لا كمان تجاره اعضاء، واللي هياخده منها هيبيعه غالي قوي. نصيبتي؟ يعني ممكن يبيع اعضاءها؟ ايوه كل شيء عند شلدم وارد وبيحصل. عارفه البت فناره؟ راحت له بعد ما كوانا دخل السجن عشان تشتغل معاه، خد منها كليتها واداها 5,000 جنيه، وهو بيقول لك حكم حكمه كبيره قوي 50,000 جنيه. يا لهوي ايه ده؟ بص يا بت، مش دي اختك شروق ولا انا مش تهيأ لي؟ هي والله العظيم هي شروق. بس دي نفسي قوي يا بت. بس لابسه ايه؟ امال اللي هو قال ان هي مسافره؟ مش يمكن تكون مش هي؟ هيا يا مطغون يا شروق يا شروق يا شروق. ما لسه ما خلصناش اكل. يا لهوي الصنايده يا شروق شروق فين يا شروق؟ سلموني يا ولاد، عملتوا ايه في عيد الميلاد؟ اسكت يا ماما، ادهم كان سخيف قوي النهارده مع مها. ليه كده يا ادهم؟ دي بقى بتحبك بصراحة. عروسة لقطة. مساء الخير يا كتاكيت. ايه جايين طبعا من عيد الميلاد مبسوطين ومزقطين وفرحانين كمان. قول لي بقى يا ادهم، ايه مها عملت ايه بالهدية اللي انت اديتها لها؟ الحقيقة يا انبسطت بيها قوي. انا حتى كمان قلت لها ان حضرتك اللي نقيتها بنفسك وهتبقى تشكرك على الموضوع ده. نعم قلت لها ايه؟ يا خبتي يا خبتي يا خبتي.